FM. الكلمة ليك. نعرفوا اللي انت عندك موقف واللي حزبك وتوجهاته معناها فيها موقف من هالنوادي الدولية هذه للمال. ولكن اول حاجه نزار نعطيك بعض الملاحظات اللي سوقوها العامه في تونس ولا اللي يحكيوا في المجال السياسي ومعايا زاد فاطمه ممتون. قولوا لي رمارك هذوما صحاح ولا في تشكيل الحكومه. ثم اللي يقول اللي تحالف النهضه والنداء ما عندوش حتى مبرر سوى الخوف من الشعب، الخوف من غياب البرامج والاستراتيجيه ومن الاجراءات المشحفه اللي تعتزم الحكومه وصلتها. ثم اللي يقول تحالف النهضه مع النداء ترجم خوف النداء من النهضه وقدرتها على تحريك الشارع والخوف من موقعها في المعارضة. يقول زاد خوف النهضة من اندثارها وزوالها محاسبة رموزها، خاطر برشا توانسة يمكن مرضى وما مش راضين على عمل النهضة بعد 14 جانفي. هذوما بعض لي رمارك فاطمة كراي وسي محمد على تحالف النهضة في الحكومة الجديدة. تفضل سي محمد. جو بريفير. أنا أعتقد النهضة مش خايفة حتى من شيء. برنامجها واضح. حزب ايديولوجي متماسك. أخوي ماليا مدعوم معناها داخليا. عنده زاد كذلك الدعم معناها الخارجي معناها الإقليمي وكذلك الدولي. الخيارات الكبرى معناها للدول الكبرى، لألمانيا معناها بصورة خاصة، لأمريكا زاد كذلك بصورة خاصة، ولفرنسا، بكلهم يأكدوا على ضرورة معناه مشاركة حركة النهضة في الحكومة هذه. علاش؟ شنو هدفهم من هذا حسب اعتقادك؟ لأن تعرف شنية الحكاية، وقت اللي نقولوا باش نجو لوجو معناها على وين السبب الرئيسي متاع مشكل، معناه مش نلقاوه في السياسة، موش في السياسة، مش نلقاوه في الاستخبارات، موش في الاستخبارات، مش نلقاوه في المصالح الاقتصادية اللي باش يضمن المصالح الاقتصادية الكبرى لهذه الدول. هي رئيس الاكستريم دروات، هو اليمين المتطرف. الحل في الأزمة الاقتصادية على النطاق العالمي، ما واش معناه في تونس خاصة، وإنما على النطاق العالمي، هو ماشي في اتجاه اليمين أو في اتجاه معناها اليمين المتطرف، أو في اتجاه نوع من المزاوجة بين اليمين المتطرف واليمين الليبرالي. الكلمة ليك.